يا صباح الورد والفل والياسمين على احلى واجمل متابعين معاكم تعم شرف الدين وفيديو جديد. والنهارده هقول لكم رايي في بازوكا. بازوكا من احلى الاماكن اللي باكل فيها. يا سلام على البطاطس بتاعته، يا سلام على الجبنه السايحه النايحه الفظيعه الرهيبه اللي مفيش منها. مش قادره اقول لكم بروح مخصوص عشان خاطر الجبنه. كل حاجه هناك حلوه قوي، نظافه المكان صحيح بيبقى زحمه قوي، الكولسلو بتاعهم وهم عالمي يا جماعة. بستغرب جدا لما بشوف كومنتات كده بتقول ان بازوكا مش حاجة واو، بس بجد الفرع اللي انا بروحه تحفة